عدد يعني الوصول متأخر، جيت مسافر من أبو ظبي خارج عن إرادتي مباشرة من المطار، جيت معدي مرة أخرى إذا كان شي تأخير أتمنى أنه حاولا تحكم فيه ما أحكم. فيما يخص الإعداد تاعنا اليوم، أنا في العادة كنشرح لكم جميع المعطيات بصورة واضحة، أضعكم في الصورة اللي حدث فيها اليوم بالنسبة للمسار منذ البداية. قلتها كرارا وتكرارا بأن اعتبرت واعتبرنا مع الإخوان أن الجمع العام لجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يجب أن لا يختزل في ترشيحات وتصويت وفوز وإفراز للمكتب الجامعي. كنا نتمنى وما زلنا نتمنى أن يستثمر الجمع العام كمحطة أساسية في مسار كرة القدم الوطني للوقوف بتجرد وبكل موضوعية على الأمور الإيجابية التي عرفها مسار كرة القدم المغربية، والوقوف أيضا على الأسباب والتعثرات التي حالت دون وجود كرة القدم الوطنية في مسافات مهمة ومتقدمة. والوقوف على هذا التشخيص الموضوعي والمتجرد كيعطينا تصورات للنهوض في كرة القدم. لن أخوض في تفاصيل هذا التشخيص، أنتم أدرى به وأنتم تعرفونه جيدا ويعرفه الرأي العام الوطني بطريقة دقيقة ومفصلة. ما هو أساسي؟ وهو أنه إجابة على هذا الوضع حاولنا أن نوضع أرضية للنقاش، تقاسمتها شخصيا مع كل الفئات التي تمثل كرة القدم الوطنية، وقلت دائما بأن هذه المحطات هي محطة أولى يجب أن تواصل بعد الجمع العام لإشراك باقي الفاعلين باقي الفعاليات، وأنتم إحداها بل من أهم ركائزها، لتوسيع النقاش ووضع خطة طريق واضحة لبرنامج المستقبلي على المدى المتوسط والبعيد للإقلاع وإقلاع بكرة القدم الوطنية. وقلت بأنه في هذه الأرضية أهم العائق اعتبره اليوم يقف في وجه تطور كرة القدم الوطنية، وهي قلة الاستثمارات في جميع نواحيها انطلاقا من البنيات التحتية التي تسمح بممارسة سليمة، ثم بعلاقة دائما فيما يخص البنية التحتية مع مراكز التكوين لتضمن واحد السيرورة للممارسة وفق شروط علمية وفق تصورات علمية، ثم الاستثمار في العنصر البشري المتدخل كطرف مباشر ولا غير مباشر في مسار كرة القدم. وبالتالي وراء هذا الاستثمار حاولنا أننا نفرز واحد التصور عملي في المدى القريب المدى المتوسط والمدى البعيد لإنجازه وتفعيله على أرض الواقع. لأساس اليوم أنني أريد مرة أخرى أنا شخصيا وأؤكدها وأتحمل مسؤوليتي وأقولها بكل صراحة، أنا يوم 10 نوفمبر ما تنشوفش فيه وما يمكنش نختزلوا ترشيحات وتصويت. أظن بأن مسار كرة القدم الوطنية أرجو
أظن بأن مسار كرة القدم الوطنية يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، يحتاج إلى الجميع، يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، لأن التحديات التي تنتظر بلادنا تحديات مهمة، تحديات أساسية، واليوم إما نحن جميعا، لم تتحدث باللوائح، لن أتحدث لأن اللوائح مسألة تنظيمية أقرتها القوانين التي صادق عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجمع العام الاستثنائي. أقول وأتحدث باسم الجسم الكروي المغربي كرأي، أريد أن أدلي برأيي داخل هذا الجسم وأن أستمع إلى آراء الآخرين. الأساس اليوم هو أن التحديات تطلب الجهود وتطلب تضحيات وتفاني وعمل الجميع. راه نكونوا مقتنعين ومتيقنين بأنه اليوم نتواجد في مفترق طرق، إما أننا غادي نحققوا واحد القفزة نوعية في الأمام ونضمنوا الأسس نتاع ممارسة كروية تستجيب للمعايير الاحتراف إلى غير ذلك، على أي الوثائق اللي بدي تقوم بها في التفاصيل نتاع التصور، وإما الكرة الوطنية ستراوح مكانها، ومن هنا 4 سنين ولا 5 سنين سنتحدث عن نفس المشاكل، سنتحدث تدبير الإداري المحكم داخل الأندية، سنتحدث في لنا 5 سنين عن غياب التكوين داخل الأندية، سنتحدث لنا 5 سنين عن نتائج متعثرة للمنتخبات الوطنية في غياب التصور المتكامل والمنسجم.